قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. وثيقة صينية وأخرى فرنسية ومتابعة أمريكية لتصنيع بين قوسين صاروخ مضاد للسفن صيني بين السعودية والجزائر. هذه فحوى ما كان في تقرير 12 من شهر أكتوبر 2021. في 2 يناير وجدنا أمرا آخر، تسريبا آخر عزز هذا الوضع في التقرير العام لوزارة الدفاع الصينية الصفحة 12 حول ما سمي بالمشاريع التي يمكن أن يكون لها الأثر في آسيا وأفريقيا، وذكرت الجزائر والسعودية. مباشرة بعدها سربت المخابرات الأمريكية مشروع التمساح ما بين كل من الصين والسعودية لإنتاج الصواريخ، ونحن فصلنا في هذا بشكل دقيق جدا في فيديوهات سابقة. واليوم هناك تفصيل شديد الأهمية يعرضه أيضا الصينيون بخصوص ما نشرته نيوزويك في وقت سابق حول شراء الجزائر لإنجي 12، هذه صواريخ المضادة للسفن. إذن بالنسبة لهذه الصفقة تمت، والأمريكيون يؤكدونها، ونيوزويك على وجه التحديد تؤكد هذا المعطى. فأصبح واضحا أن التقارب الجزائري السعودي هو لنقل التمساح، لنقل هذا المشروع الذي هو بين الصين والسعودية حول التصنيع الصاروخي إلى البعد البحري. ولأن الجزائر لديها هذا الطموح البحري وباتفاقيات أخيرة ما بين تركيا وما بين إيطاليا حول التصنيع البحري إلى آخره، فإن أمر هذا الصاروخ طرحه أولا الإيطالي وأكد أن مثل هذه الإمكانية واردة. أيضا بالنسبة للتركي ورأى توسيع مشروع التمساح الصيني السعودي للصواريخ إلى الصواريخ المضادة للسفن وإلى الجزائر ومن ثم إلى تركيا، وإلحاق تركيا بهذا المحور محور التمساح سيكون له فضل كبير، لكن لا بد من ملاحظات سريعة قبل التحليل. إذن الخبر المؤكد اليوم أن الجزائر التحقت بمشروع صواريخ مضادة للسفن الصينية، والتصنيع سيكون إقليميا على صعيد السعودية والجزائر. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك مجلس أمن ما بين كل من الجزائر والسعودية يمكن أن يكون الإطار المناسب لمثل هذه الخطوة. إذا نحن نتحدث عن صاروخ سوبرسونيك من جهة، هنا أفتح قوسا لملاحظتين هامتين تقنيتين يمكن أن تحصل بكل تحليل رزين رصين وله ثقل. أول هذه الملاحظات هو أننا أمام ينجي 12 وليس 22. إذن الأمر هنا يجب أن يكون دقيقا. أغلب المصادر تخلط ما بين الصاروخين في هذه الصفقة على وجه التحديد. إذن هذه ملاحظة، نحن نتحدث عن ينجي 12 وليس 22. و22 لماذا 22؟ لأن 22 هو أقرب إلى الصواريخ السوفيتية المطورة روسيا. نتحدث عن موسكت 270 أو 270. ولأن الروس يحاولون جهد الإمكان إثبات
أن كل الصناعة الصينية وما لدى الصين أصله من الاتحاد السوفيتي أو تطوير عن داتا الاتحاد السوفيتي، والداتا هي التي سببت كارثة أوكرانيا لأنها زاحمت بقوة المشاريع الروسية، وأراد الغرب أن يطور كمختبر في أوكرانيا لهذا السلاح، وآنذاك يمكن احتواء روسيا واحتواء التقنية الروسية. كل هذا كان السبب الرئيس في أزمة أوكرانيا قبل العوامل الجيوسياسية المعروفة للبحر الأسود، وهذا ما أوضحناه. إذن هناك دائما الإعلام الروسي يحاول دائما أن يقرن ما بين يينجي 22 وما بين بي 270 كما ذكرنا. إذن هذه نقطة أساسية أولى، لذلك فما نتحدث عنه الآن هو 12 وليس 22 لنحسم في هذا الوضع بالنسبة للملاحظة الأولى، وهي تقنية تذهب بجميع المقالات أغلبها يحاول أن ينقل عن مصادر الروسية، وروسيا تحاول فقط أن تزرع هذا الوضع بأن يينجي 22 هو يطابق 270، ونحن لا نتحدث عن 22، لا نتحدث عن يينجي 22، نتحدث عن 12. الملاحظة الأخرى والأهم بالنسبة للإعلام الغربي والدعاية الغربية، وهنا فيه خلط آخر، الأول مقصود وبروباغاندي كما أوضحنا، والآخر لديه أيضا أسبابه للقول أن يينجي هي 91، ويركز الإعلام. انظروا إلى عشرات المقالات، كلها عشرات المقالات في الإعلام الغربي، فالكل مع يينجي 91، والأمر ليس لن 91 ولا 22 وهكذا. فإن الإعلام الغربي والروسي اللذان يسعيان وبكل طاقتهما للقول أن هناك إما نقل عن روسيا، نقل عن الاتحاد السوفيتي، أو أنه مطابق للتقنية كما في حالة يينجي 91 للتقنية الغربية. وهنا لا مجال لا لذا ولا لذاك، وهذا واقع الحال. إذا يينجي 12 يختلف، ونحن نتحدث على مضاد للسهم، وبالنسبة لمشروع التمساح السعودي الصيني فهو يريد أن يكون له واجهة بحرية، وأيضا بالنسبة للجزائر هي تسعى إلى تصنيع بحري عسكري بحري منطلق من الاتفاقيات الأخيرة مع تركيا مع إيطاليا، والأهم مع المشروع الحقيقي الذي هو مع السعودية. إذن هنا الأمر يذهب إلى أولا يمكن الآن وبشكل نهائي أن نقول بتفصيلين تقنيين. التفصيل الأول الذي يجب الانتباه له أن السخوي 30 الام كي كي عموما، هذه السخوي أي السخوي 30 التي لدى الجزائر يمكن أن تحمل هذه الصواريخ، يعني الينجي 12 يمكن أن يحمل أن تحملها طائرات السخوي 30، لذلك هي مهمة في الاتجاهين. ومجرد تحويل السخوي 30 الجزائرية إلى حمل هذه الصواريخ فهذا انقلاب كامل في كل المنطقة، ويمس بشكل مباشر جبل طارق. يعني أمن جبل طارق لم يعد في نظر البريطاني لم يعد كافيا مع يينجي 12 ومع السخوي 30 الجزائرية. إذن المعادلة الأولى. المعادلة الأخرى التي يريدها الآن السعودي قضية الاف 18 التي تحولت إلى سلاح بحري، ويمكن في طبعة صينية أن تحمل الاف 18 مثل هذه الصواريخ، وهذا هو الاستثناء الذي يمكن أن يعطينا لماذا تصنيع السعودي الجزائري أو إلحاق الجزائر ورغبة تركيا في الالتحاق بمشروع التمساح الصاروخي. هذا هو أهم ما يمكن اليوم عدوه أمام صاروخ
له 10 خصائص. أولا، نحن نتحدث عن مدى 400 كيلومتر، معنى ذلك السيطرة الكاملة في وسط البحر الأحمر على جانبيه. ثاني مسألة، أن التعاطي مع على الأقل تصنيع بحري مدعوم جزائريا وأيضا تركيا بالتحاقه في هذا المشروع الذي يناهضه الأمريكي على وجه التحديد. إذن نتحدث عن فعالية عالية وأمام تصنيع مرغوب فيه من طرف الجيش السعودي لإعادة هيكلة بحرياته، وأيضا وهذا هو المهم أن بحرية الجزائر أيضا قد أخذت على عاتقها أن تشتري هذه الصواريخ والآن يمكن تصنيعها، ومحمد بن سلمان يؤكد على هذا التصنيع ويؤكد على العلاقة الأمنية والعسكرية مع الجزائر، فيما يسعى إلى أن تكون الزيارة باتجاه أنقرة أقرب بكثير للسماح بمعرفة هل سيدخل الأتراك على الخط أم لا. وهذه النقطة الثالثة، أن الأتراك يرغبون في الالتحاق. الصيني يريد إلحاق الجزائر بالمشروع، والسعودي يرغب في إلحاق تركيا بالمشروع، وهكذا. فإن هذه النقطة هي أهم نقطة بالنسبة لهذا الصاروخ. إذن هذا الصاروخ سوبرسونيك، ما فوق صوتي، نتحدث عن الوصول إلى 4 ماخ على أقل تقدير، ولديه كفاءة استثنائية لدخول العالم العربي لأول مرة إلى الصواريخ سوبرسونيك على أقل تقدير. نحن ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية أضعف بكثير رغم تجربتها اليتيمة اليوم في الفرد الصوتي، واستخدمت روسيا 10 مرات الصواريخ الفرد الصوتية في الحرب على أوكرانيا. هذا يعني أي فارق ما بين التقنية الصاروخية الروسية وما بين الأمريكية. هذه الزاوية. لذلك فإن الصين التي طارت بمقذوفها على كل الأرض بشكل أوربيتي، هذا يكشف إلى أي مدى يسعد الصيني في مثل هذه الشراكة التصنيعية على وجه التحديد مع غرب آسيا وباتجاه شمال أفريقيا. مجرد جر شمال أفريقيا إلى هذه المنطقة وإلى إحداثيات الصين سيكون بمثابة القفزة الحقيقية لمشروع الصيني في المنطقة. خامسا، أن هذا الصاروخ أساسا لديه كامل المواصفات ويزيد عن أدائه اتجاه حاملات الطائرات، فيمكن التعاطي مع حاملات الطائرات. وذكرنا في نقطة سابقة أنه يحمل على السخوي 30، وهذا يعني تحويل السخوي 30 الجزائرية إلى ما يفيد بشكل كامل الردع المباشر لحسم الوضع منطقيا. لا يمكن بأي حال مواجهة السخوي 30 مع الينجين 12، هذا الأمر واضح للغاية، ولو كان القصد من ذلك حاملة الطائرات. إذن هذه زاوية. النقطة السابعة، أن القدرة التكتيكية للصاروخ يتفوق على أي صاروخ موجود. المسألة الثامنة، أن مجرد أن تكون مثل هذه المشاريع، هذه المنظومة بين السعودية والجزائر، فهذه بداية موفقة للغاية لجعل الأمريكيين ينتفضون ويذهبون إلى مصر ويجعلون هناك ثقل عسكري أكبر، لا بخصوص الأف 15 ولا بغيرها، لسبب واحد رئيس، لأن على الأقل الأمريكيين ينظرون إلى الجيش المصري بأنه قاطع ومتمكن من خلق الاستراتيجية المناسبة التي لا تجعل المنطقة تحت تصرف وتأثير روسيا. لذلك فلا بد من تعزيز الشراكة مع مصر، تسليمها ما تشاء. اليوم شنوك، البارحة الآن 15، قبلها
حملة سوبر هرق، كل هذا من أجل أن يكون الجيش المصري تحت إدارة الأمريكيين. الأمريكيون اليوم يريدون لمصر أن تكون مسيطرا حقا على المنطقة لسبب واحد، لأن السعودية وبهذه المشاريع الصينية أو الروسية فالحلان والقطبان غير مرغوبين الآن بأي حال. إذن المهم في كل ما يجري والوصول إلى نقطة تاسعة بأن مثل هذه الصواريخ وهذه المنظومة تشكل الانتقالة الأساسية إلى سلاح بحري قوي لا يمكن بأي حال تهديده، لا عن طريق مثلا سلاح الفرقاطات والطرادات الصاروخية، هي أبعد بكثير عن التعاطي مع هذا السلاح. وأخيرا فإن الصخاي 30 مع هذه الصواريخ تشكل قفزة استثنائية الآن لدى الجزائر، ليس فقط أنها تريد التصنيع فقط بل اشترت هذه الصواريخ، وهي قوة بكل تأكيد، لأن مثل الصخاي 30 مع الهينج جي 12 فيعني مباشرة أننا دخلنا إلى أفق آخر، زمن آخر. أما تصنيع مثل هذه التقنيات فهذا يؤكد وبشكل مباشر أن القفزة اليوم هي قفزة وطفرة استثنائية سعودية جزائرية صينية غير مسبوقة ومثيرة للغاية، إلى درجة أن الأمريكي يعتبرها الخطوة الحاسمة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.